مرحبا واضح، أنا البطل محمود حجازي. مرحبا واضح، معكم فاتن مرعشلي أم محمود البطل. شو حلو حبيبي شو حلو، شوفوا أجمله. بال 2018 بدل ما أعمل عيد ميلاد لمحمود، حبيت أعمل حفلة كتير كبيرة بتضم مختلف الأطفال من مختلف التحديات. فكان التحدي الكتير كبير باختيار الألعاب، لأنه كان في أطفال داون سندروم، كان في أطفال عندهم شلل دماغي، كان في أطفال توحد. فنحن كنا حريصين أنه نحن نلعب بالألعاب الموجودة كلنا سوا. وهون نشأت فكرة أنه نعمل مرجوحة خاصة بأطفال الشلل. تعذبنا كتير للقينا مرجوحة. أول شيء حاولت أطلبها من الصين، طلعت كتير غالية وبتكلف تاكسز كتير، فجبت صورة وحدة جاهزة من الصين وحطيت إعلان عندي على الصفحة على الفيسبوك أنه أنا بدي حداد يقدر يطبق هيدي المرجوحة بلبنان. وفعلا تواصل معي حداد وقدرنا ننفذ مرجوحة أحلى من المرجوحة اللي أنا حطيتها حتى بالصورة. قررت أنا ساعد مدام فاتن لأنه أنا في عندي بنتي مع أوتزم، وحسيت أنه في شيء بيربطني لينك بيني وبينها، يعني نفس القضية نحن عم نساعد العالم لأجلها. والحمد لله قدرنا نصمم مرجوحة وقدرنا نوزعها وقدرنا نضحك هالولاد، ونتمنى منهم أنه يساعدونا حتى نقدر نكمل ونستمر بهيدي الحملة. لما شفت فرحة الأولاد على الأرض صرت أفكر إنه ليش ما أعملها مبادرة عالمية، تصير مبادرة بالعالم العربي كله. وبنفس الليلة قبل ما نام أطلقت مبادرة مرجوحة وضحكة بالعالم العربي. وأول بلد تبنيتها ما كان بعدني كم ساعة حاططها هي الأردن، من خلال جروب على الفيسبوك. ومن بعد الجروب الفيسبوك بنيتها جمعية بالأردن وفلسطين وسوريا وتونس وعقبال عن باقي البلاد. مبسوط؟ مبسوط؟ صحيح هي مرجوحة، فكرة كتير بسيطة، بس الرسالة من خلالها هي أكبر بكتير من فكرة مرجوحة. هي إثبات وجود للطفل المختلف بالمجتمع. خلونا نعمل مراجيح ونفرح أكبر عدد من الأطفال. كتير بنبسط إنه مثل ما ابني عم يتمرجح ومبسوط، في كتير أطفال بسببه عم تتمرجح ومبسوطة بكل العالم العربي.